توصل علماء إلى أن الحياة في كوكب المريخ ممكنة بعدما اكتشفوا تكاثر البكتيريا في المكان الأكثر جفافاً على الإطلاق بالأرض، وفق ما ذكرته صحيفة تلغراف البريطانية. وكان العلماء قد عثروا على ميكروبات مجهرية في تربة أتاكاما، يعتقد أنها وصلت إلى هناك قادمة من أماكن أخرى، بعدما كانوا يعتقدون في السابق أن لا شيء يمكن أن يعيش أو يتكاثر في صحراء أتاكاما في تشيلي، والتي تعتبر مفتاح اكتشاف الحياة على المريخ، إذ تعرف بأجف منطقة على وجه الكرة الأرضية. وبعد الجدل الكبير واللغط الذي أثارته المطربة المصرية الشهيرة شيرين عبد الوهاب في نوفمبر الفائت بخصوص واقعة فيديو اقتطع من إحدى حفلاتها تكلمت فيه عن مياه نهر النيل، وهي تقول لأحد الحاضرين إنها تتسبب في الإصابة بالبلهارسيا، قضت محكمة جنح المقطم في مصر بمعاقبة شيرين بالحبس 6 أشهر وتغريمها ب5000 جنيه بتهمة الإساءة للدولة وتكدير السلم العام، هذا ويحق للفنانة المصرية طلب الاستئناف. من جهتها وصفت شيرين من بثوا الفيديو بأنهم من المتربصين والمترصدين، مؤكدة أن فيديو الحفل بالكامل يثبت حسن نواياها وأفعالها وحقيقة مشاعرها تجاه وطنها. نظام ثوري قادر على التنبؤ بمكان وقوع الجرائم ومواعيدها قبل حدوثها هو ما تنوي تطويره شركة كاناغاوا اليابانية باعتمادها على الذكاء الاصطناعي. ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن عمليات التجربة للنظام ستبدأ عام 2020 وتحديدا مع استضافة طوكيو لدورة الألعاب الأولمبية. ومن المقرر أن يعتمد النظام بشكل مبدئي على تحليل بيانات أكثر من 1,000,000 جريمة ونحو 800,000 حادثة وقعت بالماضي. اختار الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات المغني وكاتب الأغاني البريطاني إد شيرين كأفضل فنان في 2017 من حيث المبيعات بفضل ألبومه ديفايد وأغنيته Shape of You و Perfect. الألبوم ديفايد الذي صدر في مارس 2017 بيعت منه ملايين النسخ في 36 دولة، وأغنية Shape of You كانت أيضاً الأفضل مبيعاً على مستوى العالم لعام 2017 وبيعت منها ملايين النسخ في 32 دولة. وذكر الاتحاد أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها فنان على لقبي أفضل ألبوم وأفضل أغنية من حيث المبيعات في عام واحد. نهاية أخباري وإلى الزملاء للختام.